نرجع لصباحنا سلمى، وبنعرف انه هي الفترة كتير حساسة، يعني اللي ما عنده طلاب بالبيت في عند جيرانه او قرايبينه، والطلاب بهذا الوقت بيكونوا بحاجة ماسة للاهتمام والرعاية لحالتهم الصحية الجسدية والنفسية منها. يعني هاي الفترة تعتبر كتير حساسة، وبدهم تحسي معاملة اطفال قد ما كان عمر الطالب كبير. سلمى صحيحة عفاف، ويمكن نحن دائما عم نحاول من خلال صباحاتنا انه نحن نعطي بعض النصائح للأهل وأيضا للطلاب لكيفية التعامل ضمن الامتحانات وهي الفترة اللي هي صعبة، ولكن هي مرحلة وبتمر بالنهاية، فشوية يمكن تركيز وكمان شوية اهتمام بطريقة صحيحة ممكن تؤدي هي لنتائج إيجابية مثل ما بنقول. صحيح، لحتى نحكي عن هي التفاصيل وكيف نحن ممكن نحضر الطلاب لفترة الامتحانات وشو هي أهم النصائح، رح نتعرف عليها سواء مع الأستاذة هناء الأزهري وهي اختصاصية بالاجتماع بالاختصاص الأسري الاجتماعي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. يسعد صباحك أستاذة هناء، أهلا وسهلا. يسعد صباحك، صباح المشاهدين وصباح طلابنا، إن شاء الله هيك ان شاء الله يقدموا وبينالوا اعلى العلامات يا رب. هذا دائما الرجاء عند الكل، ولكن خلينا نبلش ونحكي اليوم. لحتى انا ادخل على الامتحانات لازم اكون محضره، يعني ما فينا نحن نيجي نقول للطالب انه بس هي الفتره انت بدك تدرس فيها وتركز فيها، ففي مرحله سابقه اللي هي كيف نحضر اساسا ابنائنا لحتى يدخلوا على الامتحانات. خلينا نبلش فيها. تماما، مثل ما تفضلتي حضرتك انه في فتره سابقه، نحن ما وقت الامتحان بنبلش بنشد وبنبلش يعني بنقول له للطالب ادرس وبنضغط عليه، لازم يكون في تحضير فتره سابقه، الدروس تكون اول باول، المعامله مع الطالب، كيفيه دراسته، لانه في عنا بيختلف شخص عن شخص، مو بس طلاب المدارس، يعني بشكل عام الانسان بيختلف شخص عن شخص، بتلاقي في عنده النظام التمثيلي مختلف عن كل شخص، مختلف عن آخر، بتلاقي في طلاب بالشفهي شاطرين وبتلاقيهم يعني حافظين الدروس وبالكتابة بينسوا وبالكتابة، هذا الطالب بكون النظام التمثيلي تبعه سمعي حسي، بشوف الأستاذ بيستوعب منه بيسمع بيحفظ شفهي، عند الكتابة بتلاقيه هذا الطالب. نحن لازم نعرف كيف طريقة تدريسه بالبيت، يعني الأم لازم تعرف ابنه هو من أي نظام، مثلا النظام البصري بتلاقيه دائما بيحكي بمصطلحات إنه شفتي، حتى لو كان سامع مثلا شفت بالراديو شفت بالكذا، دائما مصطلحاته عن بتعبر عن النظر والبصر. أما السمعي بتلاقي مصطلحاته غير، تلاقيه دائما سمعت بكون حركته أقل، النظام السمعي حركته أقل، عنده تحليل أكثر للأمور. لذلك الأم لازم تعرف طفلة أو ابنها من أي نوع هو لحتى تعرف الطريقة المناسبة للدراسة، ودائما لازم يكون في تغيير بنمط الدراسة، يعني مرة مثلا تسميع شفهي، مرة كتابي، مرة نغير الطريقة، نخلي مثلا الطالب هو اللي يعطي الدرس، بقول له أنه مثلا اعتبرني أن أنت الأستاذ وأنا تلميذة عندك وشرح لي الدرس، هيك يعني المنهاج بس يدرسه الشخص بيثبت أكثر بعقله. لذلك لازم هاي التحضيرات كلها تكون من أول السنة أول بأول، لازم نكون متابعين لأولادنا 100% من أول السنة، مو بس وقت الفحص نيجي ونعمل هذا الستريس بالبيت. صحيح. وكل شيء ممنوع، كل شيء ما في، يعني بصير في ضغط كبير على هذا الطالب وبطيروا المعلومات حتى لو كان حافظ. صحيح، حتى لو كان في تحضير اوقات بتحسي انه هاي الفتره ما بتخلى من الستريس والتوتر والخوف وبعض المشاحنات، حتى بجو البيت بتلاقي الام خايفه اكثر شيء، الام اكثر من الطالب او ابنها يلي عنده شهاده، ف تختلط الامور ببعضها بصير مشاكل، بصير توتر، دروس ما تدرس. بدنا نعرف شو هي الامور يلي لازم نراعيها خلال فتره الامتحان لحتى تامن الراحه الكامله للطالب. تماما، يعني الامور اللي لازم نراعيها نحن فتره الامتحانات، اول شيء ما نساوي هذا الستريس بالبيت، الاستنفار الكامل، يعني التلفزيون ممنوع، الطلعه ممنوعه، الموبايل ممنوع، لا لازم يكون في تنظيم للوقت، يعني اذا كان وقت الطالب كله دراسه يعني ما عاد يستوعب الطالب خلص، بصير يعني بتخلص الطاقه اللي عنده، لازم يكون في وقت للدراسه
وقت لمشاهدة التلفزيون، ممكن نطلع مشوار مثلا نحن ساعة مثلا إذا رحنا على السوق ناخذ هذا إذا الطفل صغير ناخذه معنا مثلا مشوار ساعة ونرجعه، نعتبرها فترة راحة لهذا الطفل تمام، لحتى هو يجدد يطلع من جو الدراسة شوي ويرجع بطاقة أعلى وبنشاط أعلى. ثاني شيء تنظيم وقت النوم، كمان ما نخلي الوقت كله خصوصي لطلاب البكالوريا والتاسع، هلا إن شاء الله هيك الكل موفقين وبأعلى النتائج يا رب. كمان بتلاقي إنه خلص وقفوا التلفزيون، وقفوا الزيارات حتى، يعني ممنوع حدا يزورنا، ممنوع نروح لعند حدا لأنه عنا طالب بكالوريا. لا، لازم يكون يعني نحاول نخفف شوي من هذا التوتر، نعطيه وقت راحة للطالب. مثلا هو بحب يمسك الجوال مثلا نص ساعة، مسك الجوال مثلا احكي مع رفقاتك، تواصل مع حدا، شوف اطلع من جو الدراسة، شوف تلفزيون، اطلع مشوار مثلا، مثلا مرة بالأسبوع بيطلع مشوار مع رفقاته، ما في معنى لحتى يطلع من جو الدراسة. ثالث شيء هو موضوع الأكل، يعني نحاول يكون أكل أطفالنا صحي بهاي الفترة، وناخذ يعني الاكل اللي هو منشط للذاكره. في كثير اكلات منشطه للذاكره مثل الشوكولا، شرب المي كثير، زيت الزيتون كمان بنشط الذاكره، في عندنا اكليل الجبل كمان فيه منشط للذاكره. نحاول يعني يكون اكل اطفالنا صحي ومنظم، خصوصا خلال فتره الفحص لحتى الجسم يعطي الطاقه والنشاط. نحاول نقلل من السكريات للأطفال بهاي الفترة لحتى ما ينهك جسمين ويروح الطاقة، يكون أكل صحي ونكتر من الفواكه، من الفيتامينات، من الجوز، هاي كلها بتنشط الذاكرة. أكيد أستاذة هناء، طيب اليوم في كتير يمكن تصرفات بنقول عنها هي أخطاء شائعة دائما بيلجأ إلى الأهل للأسف من دون ما يكونوا منتبهين بتصرفاتهم مع أطفالهم خلال فترة الامتحانات، شو هي اللي فينا نقول هذا الخطأ ما في داعي نعمله أو خلينا نبتعد عنه قدر المستطاع؟ أكبر خطأ شائع هو التعصيب أثناء تدريس الطفل. يعني بكون طفل انت عم تدرسي غلط بقصة بتعصبي عليه، خلاص سكر مخه ما عاد نهائيا يستوعب، قد ما درستي قد ما درستي ما عاد يستوعب. لذلك نحن بدنا نكون رايقين كثير اكثر من اولادنا لحتى نحن نقدر نوصل هذا الهدوء النفسي، حتى لو كان عندنا توتر نحاول ما نظهره لهؤلاء الطلاب. صحيح انه نحن مثلا كأهل يعني كثير بهمنا مستقبل طفلنا، بس نحن ما بدنا هذا الاهتمام وهذا الحب ينعكس بشكل سلبي على هؤلاء الاطفال. لذلك نحن بدنا نحاول اول شيء نبلش بحالنا، نحاول نكون هيك شوي رايقين قدر الامكان، ونحاول ندرس الطفل بطريقه يعني هيك انه سلسه. معلش اذا اخطا برابو مثلا هون اخطات، معناتها انت التمرين اللي بعده اكيد رح تحله، اللي ما بيخطئ ما بيتعلم، واحد بيتعلم من خطاه. دائما نحاول نعطيه هاي الامور، والطفل اذا ما في هدف راسمتي له اياه انت ما عنده دافع للدراسه. لذلك من البدايه نحن بدنا نرسم الطريق لاطفالنا، نحاول نرسم الطريق، نحاول نشوف شو ميوله هذا الطفل مثلا بالمجال الهندسي، بالمجال الطبي، يعني حتى من هو ببدايه مراحله الدراسيه نحاول نلاقي له خط لحتى هو يكون في عنده دافع. اذا ما في دافع للانسان ما بيقدم على شيء، خصوص الدراسة إنه شيء مفروض عليه بيحاول يهرب منه. إذا ما في دافع قوي وما في صورة أنت رسمتي له إياها يعني صعب يركز بدراسته. لذلك نحن دائما بدنا نخلق الدافع لأطفالنا. صحيح، يعني ممكن يكون الطفل أو الطالب مبدع وشاطر كتير بمادة، ولكن بباقي المواد ما كتير شادد حاله، فهون إجباري بده يصير في حالة قلق وخوف بفترة الامتحانات تمام. من هي المواد الثانية إنه هو ما إنه كتير فالح فيها، هو أوكي بينتج بمكان ثاني، كيف هون انه بدهم يقدروا يسيطروا على هذا الخوف والقلق من ناحيه المواد كلها خلينا نقول بهي الفتره؟ هلا بالنسبه للمواد اللي الطفل ما نشاطر فيها بدنا نحاول نلاقي له طرق دراسه مختلفه
عن الطريق، انه الماده اللي بحبها هو تلقائيا عم يدرسها وعم يستوعب وعم ينتج فيها، بس في مواد ثانيه ما عم يعني ما عم هيك ما في تآلف بينه وبينه. ما المواد الثانيه كلها بدها خصوصي. تمام تمام، بدنا نحاول نحن انه يعني نلاقي له طرق ثانيه للدراسه هو بحبها، مثلا عن طريق ممكن نسجل له مثلا درس تسجيل اذا كان النظام تبعه سمعي يسمعه وهو نايم، حتى نشغل له الجوال، لانه العقل سبحان الله العقل الباطن بضل شغال اثناء النوم وبيشتغل اكثر اثناء النوم، لانه ما في عقل واعي، العقل الواعي هو اللي بياخذ المعلومات بحللها بنقيها بعدين بنزلها على العقل اللاواعي، اما خلال النوم العقل الواعي نايم، كل المعلومات عم تفوت تلقائيا على العقل اللاواعي وترسخ فيه، مع الوقت بصير لحاله هو هذا الطالب اثناء الفحص بيسترجع هاي المعلومات. لذلك يعني حتى يعني دائما نسجل له الدروس في مقاطع مثلا على اليوتيوب لدروس معينه نسمعه اياها دائما نحطها، وخصوصا اثناء النوم لحتى هو يقدر، حتى هو ونايم، حتى هو ونايم. معلومه جديده. طيب بس هي شوي نحن كنا عم نقول انه نحن ما لازم نضغطه كل الوقت. تمام. بالدراسه ولازم نعطيه وقت راحه. هلا خلينا نحكي شوي كمان عن تنظيم الوقت اليوم، كتير مهم مثلا نعرف شو ساعات الذروة اللي هو ممكن الطلاب هنن يكونوا أكثر إنجاز فيها، ساعات الراحة كيف لازم يتم التعامل، بعض هاي التفاصيل. هلأ عم تقلينا أنه لا نسمعه وهو نايم، طب إذا لحقناه بالدراسة وهو نايم كيف رح يرتاح؟ هلأ نحن بنكون مريحينه خلال النهار، يعني مثلا طالع مع رفقاته مشوار أو تفرج على التلفزيون أو كذا، وقت ينام بس شغلي له الجوال جنب راسه، يعني بعد ما ينام يغفل ايه هو عم يسمع وهو نايم. تمام. يعني هو عقله الواعي مو حاسس انه في جوال جنبه او عم يدرس وهو نايم، يعني بيسمع، بس بدنا نكون نحن منظمين له وقته خلال النهار، مطالعينه تماما من جو الدراسه. هلا في بتختلف اوقات الذروه بين شخص واخر، في ناس بتحب السهر بالليل، يعني ما عندها مشكله ابدا انه تسهر بالليل ويكون عندها انتاجيه اكثر. لذلك في ناس الصبح الذروه، ايه في ناس الذروه تبع الصبح، في ناس خلص النوم بالليل عندها مقدس، لازم تنام الليل كله وتفيق الصبح بكير بتلاقي بكامل نشاطها بكامل ذروتها. لذلك الشخص اللي هو نظامه نهاري يفضل انه يدرس يعني بعد الفجر تماما، يصلي الفجر ويدرس، بتلاقي انه يعني الطاقة إيجابية والهواء نقي والأكسجين نقي 100%، بتلاقي يعني صار عنده استيعاب أكثر وإنتاجية أكثر بالدراسة. في ناس لا بتفضل بالليل، ممكن مثلا ينام هو مثلا من الساعة 8 9 للساعة 1 بالليل، يفيق بكامل نشاطه كمان، هدوء ما في ضجة ما في كذا، تلاقيه عم يدرس كمان وبيعطي إنتاجية أكثر. كل شخص حسب يعني شو بفضل هو وشو الوقت الذروة تبعه تبع الإنتاجية. خلينا نوقف عند الكائنات الليلية اللي بتدرس بالليل، وقت الامتحان شلون بدهم يكونوا مركزين أو مصحصحين لحتى يروحوا يقدموا امتحان إذا هم عم يدرسوا كل الليل؟ هلأ بيوم الامتحان يفضل أنه يخلصوا دراسة على بكير مثلا بالتسعة عشرة ويناموا، يضلوا نايمين للصبح، ممكن مثلا يفيقوا يعني وقت الفجر يعملوا مراجعة سريعة شغلة نص ساعة ساعة وبعدين يريحوا، يفطروا ويشربوا مثلا. يمكن هاي من اصعب المهام تنظيم النوم بالنسبه للناس. تمام، هو بكون في قلق بس نحن بدنا نحاول نخفف هذا القلق عند ابنائنا، يفطروا فطور صحي، ياكلوا مثلا قطعه شوكولا، يطلعوا تماما من جو الدراسه قبل الفحص بساعه او ساعتين، لانه المعلومات عم تتخمر بالعقل، عم يرتبها العقل، اما اذا ضغطناه قبل الفحص بخمس دقائق بتلاقي الاولاد ماسكين الكتب وواقفين برا، يعني هلا بدهم يفوتوا على الامتحان وعم يراجعوا، هذا غلط. تمام؟ نحن قبل الفحص بساعتين بدنا نكون ناهين الدراسه، خلص بنقعد ريلاكس، ممكن نشوف مثلا شيء
هيك انه مبهج، اغنيه حلوه بنحبها، مقطع كوميدي لحتى نروح. هو العقل الباطن عم يشتغل، عم يرتب المعلومات. صحيح. وقت نفوت على الفحص بنلاقي يعني الاعصاب هادئه نوعا ما، بتبلش المعلومات تطلع شوي شوي. ويحاول الطالب وقت يسلموا ورقه الامتحان ما يقرا الاسئله فرد مره من الاول للاخير. تلاقي الطالب اول ما مسك ورقه الامتحان بلش قراءة بالأسئلة من فوق لتحت، سؤال ما عرفه توتر نسي باقي الأسئلة. تمام؟ لذلك سؤال سؤال، بحل أول سؤال وبينتقل للي بعده، ما بيقرأ الأسئلة كلها فرد مرة، لحتى ما إذا في سؤال ما عرفه هذا ما الفضول يصير. ما بيقدر الطالب أكيد بس يمسك ورقة الامتحانات بده يقرأ كل الأسئلة ويشوف إذا في شيء من اللي دارسه، إذا في شيء مانه مراجعه. ويمكن هاي مشكلة كثير كبيرة طبعاً. مشان هيك نحن بنقول لهم إنه ما حدا يقرأ كثير قبل ما يفوت على الامتحان. تماماً. من آخر شيء بيقرأ بيضل معلق بذهنه يمكن، فبينسى بينسى باقي المعلومات. طيب خلينا قبل ما نختم كمان ناخذ كم نصيحة أخيرات من حضرتك، أو نعمل هيك مثل تلخيص لليوم للإرشادات اللي حكيناهم. تمام. هلا التلخيص اللي حكيناه، نحن اول شيء انه نحاول كأهل اولا انه نحاول نهدي من اعصابنا، نحاول نهدي من اعصاب اطفالنا خصوصا قبل الامتحان. مثلا هو طالع الطالب على الامتحان، لا تخاف، انت أدى، انت بتقدر. من هاي الكلمات الإيجابية يعني ما راح تكون نهاية الدنيا، خلص انت اللي بتقدر عليه ساوي، وخلص انت درست وانت عملت اللي عليك. نحاول نهدي من اعصابه، وتنظيم وقت النوم وقت الدراسه، والطعام الصحي اهم شيء. وكمان نحاول انه يعني الطالب وقت الفحص ما يدرس مثلا قبل الفحص بخمس دقائق او نص ساعه. هي اهم شيء، ويمكن هي كمان نصائح مهمه اليوم اخذناها من حضرتك. بدنا نشكرك، نشكر وجودك معنا الاستاذه هناء الازهري. شكرا لكم، وان شاء الله بالتوفيق لجميع الطلاب. أكيد يا رب. اكيد ان شاء الله بالتوفيق للجميع.